يا تبارك عليك من هذاك الشيء، واش ما كتعياش بالليل والنهار؟ ها شو حالتك ولات يا صدرك كله تساس ولا بحال الغربال؟ صدري مع الدوال وخليني نكمل الضيت وبعديك يا تنوض ترقد. يا نوض ترقد، راه غدا تابعك السوق تفيق بكري. فكينا من هذاك السوق الحمد لله، غدا تدبر علينا سعاد في محال وغادي نتفرقوا من هذاك السوق نهائي. محال يا ودي الرجاله يا قديتيها لقدها الله عسير. ويلي على محال. تعال وليدي تعال. فين غادي؟ فين غادي؟ غادي نحل الباب. سير وليدي تتولدهم وحل عليهم. سير. يا تا مالك اوليدي؟ الوالد فلتينا 100 درهم. يا ودي يا ودي الرجاله، يا تا سير تسابق توك على الباب باش تحلوها باش اختكم تعطيكم الفلوس. وانو تقلب بحال سيادك على خدمه. يا تا مقابل على الدرب، دخل خرج دخل خرج. لطيفه 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 لطيفه. يعني سلام، كي دايره؟ توحشتك. شنو هادو فلوس؟ واش شدي فلوسك وزيديهم في راسك؟ ما عندي ما ندير بهم، عطيني الثقه. يا سالية يا سالية، فين ما جا طلع علينا بحال هكذا صيفط فيها الدموع. يا عاد حركت النوادر تفارقي مع الدريه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فين ما جاتك كطلع علينا صيفطها بدموعها. تستاليها. فين هو العربي؟ جو نغيف با لو جواندر. وفين هو الملف؟ معاه. ولا نقدر ندير والو أنا بلا ملف. هو راه تيجيب الورقة اللي خاصة. ياك ما كاين باس. لا ما كاين باس. فين غادا لالا؟ احنا سادين. أنا عارفاكم سادين. بغيتي نجفو فنسيق والناس طالعه نازله. خير خير صافي، لما يكون على خير ان شاء الله. ان شاء الله. محكمة. السلام عليكم. الله يخليك هذاك السويريت. حبس حبس، اجي معايا. شنو سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد ممثل الحق العام، قبل الإدلاء بالحجة وبالبرهان القاطع على أن المتهم بريء، لا بد لنا في هذه الجلسة الموقرة من أن نوضح بعض المعطيات. بدون حيثيات يا أستاذ، بسرعة ندخل الموضوع مباشرة. نعم.
سيد رئيس، ها هو دليل براءة المتهم. سير دجلس، سير دجلس. مرحبا بكم، كلوا بنا في داركم هذه، كلوا بنتي مرحبا بكم. دارك البركة، أبو بريك الشطة فرسي. ان شاء الله كل مطبخ ما تشوش ما يحد ما تخوش حق حنا خلي خليك لا ماشي ولدنا هذا غير حشه قبرك ان شاء الله ما تخوش فيه ربي خليك ان شاء الله نحضر في عرس ولادنا كلوا مطبخ ما مطبخ كلوا ما تشموش داركم هذه يحاسبكم الى ما كنتوش داركم مرحبا بالجيران ديالنا وحبابنا نقول ما نساكم مرحبا بكم قولوا سيدي مرحبا بكم ما تشموش بارك الله فيك الحاج وخلي لك الزوم لي ربي يخلي لك وليدك ولا لا حتى انتم ان شاء الله ولا لا حتى انتم ما تبدلتوش واخا ربي يعطيكم ويلي غادي نتبدلوا على الحساب ابدا الحمد لله قولوا ولدي قولوا مرحبا بكم ولاد الناس تبقى بصباغتهم الحاده الحمد لله الله يبارك فيك ما يتبدل غير ولد الحرام الحمد لله مرحبا بكم الله يفرح لنا بزاف مرحبا اهلا وسهلا قولوا لنا مرحبا مرحبا بنا عبد المنتخب ديالنا اللي انتخبنا عليه وكيتهلا فينا وغنعاودو نتخبو عليه ونعاودو نتخبو عليه مرة أخرى مرحبا بكم كاملين أشخ سي بريول أهلا بريول سرحال سرحال سي فهمي أبو الحياة أعضاء المهمين جاي سي سلامي سلامي خو بنا وسلطان جنانها لا 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 مخبوش بنا لا هذا هو سي سلامي ديابات ما كياكلش الملحة سير ودي الله يخليك الحلال الله يجازيك بخير ما وقف معنا في ذاك الميل انا معولين عليك وعمور شوف مع العربية ونسق معاه ما يكون ما يتخيل ياك صافي كون هاني غير شوف معاه على سمك ونسق معاه ياك اود لك معك ها قال لي نشوف معاك دجاج طيب كون سي مشعيب اهلا اهلا سي مشعيب كيفاش بخير اهلا بخير راك بخير كيفاش 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 بخير مرحبا بكم سالو ليفي مرحبا بكم سعاد في الغادية مرحبا بكم سالو ليفي مرحبا يا ريما مرحبا بكم هاد الحفلة راه حفلتكم كتهضر معاك نسمح لكم مرحبا بكم عطيتك وريا تفضل عطيتك بعدي بنتي ساعة ناري انا مالي فين يا رحمة؟ عندي غرور خرطنا للحفلة ديال المحامي نسيتي شتا دايما غادي عند هاد المحامي لا تايا وعقل اجا رحمة اجا بنتي اجا فين تعطلتي؟ اجا هاد الوقت فين جيتي؟ واش دايما غتبقاي تخرج حتى نص الليل؟ الحاج بزاف بزاف هادشي انا عيت Mm-hmm.
مالك يا حبيبه كتبكي؟ مالك ياك لاباس؟ اشنو واقع؟ هدري تطلب لي الهيكل درتي شي حاجة مع من؟ رمزي درتي التحاليل؟ ودير حبيبة التحاليل ويحن الله. ايوا ديالي يا الاولى السي عربي الاستاذ العربي من فضلك رانا محامي استاذ العربي احترموني شويه محامي واحد الامانه خلاك واحد السيف امانه خويا العربي خويا معولين غير على الله وعليك صاحبي الله يهديك انتوما مالكم مالكم مخلوعين مالكم داك البارح كلتو وشربتو وسمعتو بودنيكم مالكم وانتوما عيقوا شويه هاد البشر واش العام اللي جاي لقاكم داعلينكم في كروشكم سيري دخل سوق راسك ولا ما غدير الحلقة على دورنا انا اللي خلعني هو ملي يجيو علينا من محلاتنا اللي كناكلو منهم الخبز هادشي تيخلع هادشي الامر بالاسوء غاوجه ومنين نشري خويوي هضره خاويه راه قلنا لكم بان الاستاذ خذا القضيه وغادي يستانف والحاج بدا يمشي كبل المعلى كنشوف احنا هضرنا معاكم الدراري شفتي مع الزراوي في قضيه التباري ما كيجاوبش تسلم الشهادة ديالو تسلمها ما بغاش يجي مشكلة هادي لا بدا ما خصو يشهد لا باش يبرأ المتهم بغيت غير نفهم علاش مهتم بهاد المتهم لهاد الدرجة تيباري ولد الحومة وانا كيهموني الناس ديال الحومة هاد الحريرة هادي ما غادي يفكر ليا غير العربي 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 كيف مشتاق هذا؟ عربي انا وصل اشي جلس الزراوي مالو؟ ما بغاش يشهد كادو شهادك من الاول قلت لكم خليوا لكم البحر هذا اللي كنعرف ليه هذاك راه كيدخل المحكمه كيجيبوا الله غيشدوه حيت كله تخلوي اتصل برحمه ونسق معاها عاودتني رحمه كتاخدي شي احتياطات باش ما تحمليش لا ما كنت كناخد حتى حاجه كابي لي كونغرافي فات سو ماتان راكي حامله هذا الشهر تقريبا سافا سافا شوف لو تان في با سافا سارونجي جي با صلي لي فيك يا سلام اللحم الابيض المتوسط مدام العربي الشناوي المحامي استاذ في القانون اي حاجه حتى محلوك عندنا في الكابينه ديالنا تقريبا يعني من بعد الحمام كان شنطه القاع عندك مشكل اي حاجه السيده اللي كان مدام العربي الشناوي استاذ محامي فضلي حضر معنا اي حاجه احتجتوها احنا موجودين صلي سيمو صلي العربي لاباس عليك بخير مادموزيل لا علاش 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 بغيت نهضر معاك لا معاك سمو فلاشي ان شاء الله مع الخمسه ونص غادي نجيب لك احوال بغيتك تهلا فيها تردها ليا كلين شي حاجه ما نهضروش شي اميره تردها ليا شو بلان هذا العام معلوم بلان ومازال غادي نجي عندك انا جميل عادي توحش بعدي 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 الحمد لله عندي جوج عندي جوج عندي جوج شهادة وديك لا مش ديك لا عرفتي توحش بعدي بعدي سلام أمي العربي سيل فو بلاي مون امور ما تخليش ارجوك العربي العربي العربي
احما البكر ما عنده فاش ينفع. اش بغيتيني ندير؟ سيري عنده هضري معاه. سالي لفي، مالكم مخوفشة؟ فيك لاباس؟ لا ما كاين والو، جلست تشرب شي حاجة. لا ما عنديش الوقت وما عندي فلوس. شوفي قال لك راه ضروري تدوزي عنده هذا الشيء. ما قالكش علاش بغاني؟ وانا مالي عارف، انا المهم قال لي قول لها دوزي، هو غادي يشرح لك. وي قندع شكون؟ شكون؟ وي خبعني مني. عروبة. انا ما يوافقن فيها الخيبات. والله العظيم عروبة تغزالة، غير حقك. انت شنو حقك وانا وليت ماقني؟ ولا حقك. ما محققش. اهلا مدام صوفيا، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. شوفي غتوجد لي هذوك الوريقات كاملين. لا صافي بالنسبه للقضيه ديال الحاج، ضربي القضيه على حسابي. لا صافي ها غتجي يا ولا لا؟ مرحبا بك. اقول لها لينا نوجدوا لك التمر والحليب. يلا مع 12 ا توتال. لا 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 يا توت سويت. يلا توتال. صافي صافي غتجي لعند مرت الحاج وغتجيب لك واحد الملف. ما انا خصني نمشي عند الحاج الزرهوني بوغ ريكوبيري لو شيك. سيري عنده ولكن رجعي قبل 12. انا من العربي اش كيدير؟ سورتو بالعربي، ما نبغيه يعرف حتى شي حاجه على هذا الملف هذا. ما عرفتيش غادي ديري؟ يلا نوصلك ورجع قبل الميد. يلا كيفاش طالع البيرو؟ طالع البيرو. ها؟ طالع البيرو. ها؟ سحب طالع البيرو. وي نسمك وحمار. ها؟ قلت لك تسمك وحمار. حياتك ما عرفت بحياتك. ها؟ سعاد يلا شوف ضيق داك الشيء. ما تخممش. رتب البيرو شويه وقاد الملفات، احنا جايين. يلا. كاتب ديال المحامي ولا متسعيد ولا الشطاب ولا شتونايا حتى المرا كلها عاطيها لي انا، ولكن غير انا نكتب هذا. ويمشي يتبرع مع راسو ويخليك انا حتى المرا. وانا الكرسي اللي عنده بخير، كل له جلد بخير، وانا عاطيني كرسي ديال العود كاع طيب لي المراوي. الو الو نعم انا اياه، هذا المكتب ديال الاستاذ رمزي. يا لا لا لا، هذا الاستاذ العربي. انا والاستاذ رمزي بحال بحال قرايه وحده. انا المساعد ديالو، يعني محامي تقريبا. محامي؟ قولي محامي. اي نعم لا لا. شكون نتوما؟ اه لا لا صوفيا. سيده صوفيا اهلا وسهلا. لا لا مرحبا بكم، محلكم هذا. كنت دايره مع الاستاذ رمزي وما تقدريش تجي. لا حنا نجيو، حنا نجيو. لا 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 ما تبحليش، انا عندي الزبون ديالي هو المهم. حنا لا لا حنا كنمشيو حتى عند الزبون، حنا ليفريزون ا دوميسيل. اي غير وجدي لي الملفات وانا نجي عندك. يا لا لا اعطيني العنوان. يا شارع قول لي ما عندك شي حاجه مع المبيض الدار، شي بركاسه، شي مقاطعه، كوميساريه، سبيطار، حبس اللي كان حدا الدار. ما ما ما, ما. لا لا نجي انا بلاش. لا كوني هاني. لا لا ايه هي الاولى صافي، غير كوني هاني. لا انا توت سويت، توت سويت عندك. لا لا اي توت سويت. تبارك الله عليك. لا الله يعاونكم. لا 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 اش كاين؟ الاستاذ المحامي جا. قولوا تفضل. بلا ما تقول لي انا تفضلت. تبارك الله عليك. لا لاباس عليكم. مرحبا. بخير لاباس شويه. هاني. لا لا الاستاذ العربي محامي تقريبا. البرتو. البرتو ملبسه حوايج العيد. زوين هكا ديال الكاسكو. تيري هو. ماما 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 مالك يا مدام؟ ياك لاباس؟ فيك لاباس؟ ماما ما تكيش يا مدام. تظلمت مسكينه. شكون يظلمك؟ راجلي الحاج. ما الحاج مالو؟ غيطلقك؟ حنا نطلق. لا مراته الاولى ولادها منوضين عليا الحرب. ضحيت مع الحاج حتى كوننا الثروه وناضوا تاعو رفعوا قضيه حجر على الموبيل ديالي اللي سكنتهم فيه. مجرمين ماما، مجرمين مجرمين. صافي غنموت نموت انا نفرقع. واش وقع؟ لا لا قول قول قول. حرشوا عليا الكرايه باش ما يخلصونيش في الكرا. ولاد حرام. مول ايه معروف. هي صوفيا الشطاحة راقصة من فضلك. راقصة تون على الله وعليك. بوش خبر بالك كتقولي تحلوني عليا. انت هي اللي خرجت على هذه العائلة وشتكتيها، بقيت كتلوي الحاج، تجريت عليهم الفيلا ديالهم، تولوا ساكنين معنا بحال الوردة في السطح، ودابا كتقولي لي
اللي غندوز لك منين؟ حنا ما كنقبلوش بحال هاد القضايا، خاص تعرفي حنا ناس محترمين. شوف الهضره شوفي ماشي معك حتى شوف مع الاستاذ رمزي اللي مخدمك. انا تبهدلت اليوم وزيدون راجل قانون، الا كترفضوا بحال هاد القضايا البلاد عامره محاميين. انا تبهدلت، خرج برا، عطيني اتساع. ما تدفعش، يلا خرج عطيني اتساع. غرفع بكم بكم كلكم دعوه. اش كاتب؟ واش كاتب؟ ولا ما خرجتيش؟ ماشي الزيتون اللي غنعيط ليه. غادي نعيط لك عليهم اللي شيال فاي ولا يخرجوك. انا يلا فلا، انا ارفع بكم دعوه. محاميين ودابا علاش كتبكي؟ بغيت غير نعرف علاش كتبكي. جو نفي با تليسي تومبي داكوغ؟ راه ما انتي الاولى ما انتي الاخرى اللي كيوقع لها هذا المشكل. نو دوي مع الزروالي راه خصو يشهد. الو سي زروالي، ويلي على شكون؟ ما عرفتينيش؟ ايوا خلاص هانت غتشوفني وما تبقى لي غير على خاطرك. تبغين تشوفو اليوم؟ ايوا خليها العشرة، لو طون دو مو فيغ بيل بور فو بور توا سيدي. يلا هي عرفت الغيستوران. جو تومبراس ا توت الوغ. بقيتي على خاطرك. ميرسي بوكو. مجھے گلے امبر گلے جو بلائی شکریہ گنو مجھے نائی نگلے تبارک اللہ علیہ کب بسی مدک شبے خیر شفت کتلبتی لو مم پلا حالی انا اللي طلبتيه ناكلو، طلبتي لي التراب ناكلو، طلبتي لي الكياس نغزو، طلبتي لي البولونات نسرطهم. اللي ما بغاش يتفهم ليا كنستغرب ليه هو شحال من مره صيفط لك وما بغيتيش تجي. ماك اش خاصك ولا حتى انت؟ لا انا كنت بغيت نتاكد انك فعلا باغيني، اون بليس انا كان غير بغيتك ليا بوحدي. اوكي اوكي يا سلام. هذه ليك بوحدك، كل ليك بوحدك، فلوسي واموالي ونفودي ليك بوحدك، انا كلي بين يديك، انا عبيد تحت رجليك. ايوا كل هذوك لي غارد دي كور ديال كيخليونا على راحتنا. من بعد کتی زنتا چو تساتی ہے کود جے گائے گائے مڑ گر جائی بچو دیکھا رہ گیا ویچی گائے رائی جو آئے اونا شانسا گری بھی جی رائی آجا مجھ کو گیتاری میرے گیتے میرے گیت مجھے گھر آئی رائی گرو جائی اوچ گرو بچ گئی آو آجا مجھ کو گیتاری میرے گیتے میرے تیرے ہو میری مہتوا آجا مجھ کو یہ تاری میرے گی تیرے میرے ہو گا جگہ ہے یہ ہو جگہ ہے یہ جو ہے آجا مجھ کو یہ تاری میرے گی تیرے میرے تیرے ہو میری مہتوا میرے Eita! Oh, oh!
وين الهربة؟ وين الهربة؟ وين وين الهربة؟ تراكل سي تراسورني تبعوه راسورني راسورني تصورني 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 تصورني. دخل محلول ادخل. تبارك الله عليك ابو الزبايل. انا بغيت غير نفهم واحد القضيه، واش انت معايا ولا ضدي؟ مزيان المعلوم معاك اصاحبي. معايا هذاك الشيء علاش مشيتي عند الزبونه حتى القلب بيتها وتكرفصتي عليها؟ زبونه على صوفيا هذيك راه كانت غتجلسنا كاملين فوق صابونه وتزحلقنا. هذيك كون عرفتي اش كديرها ما تدخلهاش مع الباب ديال المكتب. واش عرفتي بلي هي شردت العائله ديال الحاج كلهم وخرجتهم من الفيلا وسكنت عندنا في الحومه؟ راه هي اللي ضدنا وحنا خصنا نكونوا ضدها. هذيك اللي مشات دخلها وخرجوا على روسنا. احمق ولا مات؟ داكشي علاش انا ما بغيتش نشوه السمعه ديال المكتب وهنيتكم على القضيه. انا صافي انا رفضت القضيه. ماشي شغلك، ماشي انت اللي كترفض وما كترفضش. العربي هذاك المكتب مكتب ديالي انا، وانا الوحيد اللي عندي الصلاحيه نرفض او ما نرفضش. واش فهمتي؟ عندك حق، انا نسيت راسي. انا كان كيحسب لي المكتب بحال ديالي وقلبك عليا وعلى ولاد الدرب. صح ملي انت باغي الفلوس سير خذ الفلوس، سير خذ هذه القضيه هذه وغتربح فلوس كثار، لكن غتخسر الناس كلهم، غتخسر الدرب كله، وغتخسر حتى السمعه ديال المكتب ديالك. العربي العربي نضيع يديك. انا راه اخوك واكثر من اخوك. بغيت تولي محامي ناجح ان بون افوكا، راه عندك ان سول ديفو خصك فلوس. لا والو، دو لا دبلوماسي هي اللي خاصك. تبعني وتنجح. انا غادي ننسى الدرب، انا غادي ننساكم. انا بغيت هذاك الملف نطاطي نعرف اشنو كاين القلق اللي تي فون، ناخذ كيلكو زانفورماسيون ونعرف من بعد اش كندير. عربي سي لا بروميير فوا باش نعرف. انا نقول الحيده ديال ديك الغباشه صوبنا شي كويزيره تيكون فاعل تارك بالشيبه بالشيبه بالشيبه. المهم بغيتي بالشيبه العربي اش كدير عندك هاد الصوره؟ رحمه تا ماشي رحمه هذيك اصاحبي، هذيك راه اخت رحمه. علاش ما عرفتش بان رحمه عندها عايشه اختها هي ويا توام تويميه اللي عايشه في فرنسا؟ عويشه 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 عيشه عويشه ديالي هذيك هي لويتي. وانا بغى الله المهم بغيتي في الشيبه. في الشيبه. واش نبقاو نتسناو؟ نبقاو نتسناو ماشي عيطت لشغل كليل. عيبط الله عيبط. انتوما ديري لي السوق، راه احنا محدين واحد محترم كلشي كيغوت على مرايك لاباس. اسيدي راه كاع الناس مخلوعين وخايفين من الافراغ اسيدي. صاحبي ما تخافش، راه قلنا لكم بان الاستاذ خذا الملف وهو غادي يتكلف بالامور وغادي يستانف القضيه. واش انت متيقن من هادشي؟ سلا ملي كتهضر معايا بحال انا ساكن في قصر العابدين، انا بحالي بحالك، حتى انا ساكن عند براك اصطح، واللي غيجرى عليكم غيجرى عليا راكم ولاد الدرب ما عرفتش تهضر شي شيء. واش العربي؟ اش العراج؟ هضر معاهم اسيدي مزيان. اهلا سي سلامي سي البريول، كي دايرين اسيدي؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس؟ وليدات بخير. شوف هذاك الشيء اللي قال لكم العربي راه هو هذاك. صافي المسائل ديالكم مضبوطة، تفضلوا. نعم شكون عيطك؟ ارى المحفظة اللي هنا. نعم ارى المحفظة اللي هنا. شوف قد الملفات وقد البيرو، راه ماشي بيرو هذاك. انا راجع. شوف قد الملفات وقد البيرو، راه ماشي بيرو هذاك. نعم انا جاي. الله اكبر ان شاء الله. ها؟ انت اش قال هذا؟ وانا فين قلت لكم عقلوا عليها؟ والله لا دار لكم شي حاجه. انا الشيطان راه هو الدرب هذاك، هذيك غادي يوقف معانا. ما غادي يدير والو. صبر صبر خلي غنصبر. الله يخليك. المكتب ديال الاستاذ رمزي. استاذ رمزي المحامي. نعم سيدي. يا سلام يا سلام، وانت رافعنا في القضيه الهيئه كلها غادي تثق بيا. كلشي غادي كلشي غادي يمشي معايا لانني عندي العجيبة خص واحد يكون بريزونتابل. سيدي القاضي
Troisième étage. السلام عليكم. سادتكم المستشارين المستشارين. أسيادنا في غاديين. اسمك. اسمك. شوف هذا في غاديين. هذه القضية الماثرة أمامكم. إنها لق. أنت هو الأستاذ رمزي. أخو الله يخليكم قاعدين انتظار عليه. يلا. مش معقلتيش علينا. خرجينا على خدامينا. ما تقلقوش. انا تفهمون انك كاين هناك نفس خاصكم تفهموا لانكم في مكتب ديال المحامي خاصكم تفهموا. انا نقول لكم كل شيء وخاصكم. انا وحق الله العظيم ايمانا والاستاذ رمزي والله العظيم راه وحق الغرض وايمانا والاستاذ رمزي ولا شفت انا نقول لكم انا صوتي عدو الله. انا نفهمكم وغادي نشرح لكم كل شيء. خليه ليا. ها أمي زعرتكم وماكم في هاد البلاد كل نوبه كتبدلوا هاد اللوان ديال شعركم ياك لاباس اش واقع؟ ويلي العربي ما عجبكش الا ما عجبكش انت حلو. انا كنت عارفين كون قرعتي كاع. ويلي 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 العربي انا زعما راه على قبلك الا شي تخضوا. انا عرفتك ما تدويش بالجد راه الناس كيسمعوا بيناتنا. انا تنموت فيك العربي تنموت صافي صافي تصنتي صنتي شويه سكتي سكتي خرجتي صنتي عرفتي انا كنبغيك ولكن خاصك تفهميني انا دبر عزري وساكن بوحدي والحومه كلها كتعرف المنع عليا الطلاب. انا راه كاع البلاد ديال الحومه تابعين شي كريمه بوحده فيها 15 فهموا انا وياك راك عزيز عليا ولكن فهموا داكشي حسي نصي عارف انا عندي علاقه مهمه مع اخت رحمه اللي عايشه في فرنسا وحنا فيدال مع بعضياتنا انا فيدال انا ما نقدرش ندوزها ولكن انا وياك حسي نصي بحال منطقي معايا في الزنقه ما تبينيش لهم انك بيني وبينك شي حاجه نتلاقاو عادي عيني مطنجلين ما تغمضيش عينيك حيت ملي كتغمضي عينيك تيقول لك هذه راه كاين بيناتهم شي حاجه وحنا ما بينا والو فهمتي وملي نكون انا وياك غير الا بغيتي غمضي عينيك ربي يديك اللي بغيتي. هي دابا العربي هي دابا ماشي دابا هي دابا تقلبي ماكوك تسمع الخماجون. واش انا قلت لك خلص الديوانه؟ ما تخلصش الديوانه خلصوا من الكونت ديالي اللي عندي على برا دوز لي الفيرمون تما. سيدي واحد السيد باش يشوفك. دخلوه دخلوه ماشي معاك انت شوف اتصل بك من بعد من بعد من بعد. السلام عليكم استاذ العربي محامي تقريبا لما سبقاني تلات لخ قول شنو كاين. والو بغيناكم غير ان شاء الله جات على خاطركم لانكم مطالبين في المحكمه للشهاده باش شهدوا لصالح اعتباري خدام عندكم هو الدرب انتم تقدروا تبرؤون انا سيدي اعتباري المحكمه واش انا مسالي ليه واش انا الزروالي لو دافير شي المحكمه. الله يودي عرفنا داكشي علاش بغيناك الا شهدتي انت غادي تقدر تحل المشكل. خرج عليا هاد الخماجون خرج عليا. لا انا نشرح لك السيد الزروالي راه مهم خرج عليا. بس السيد غيمشي فيها مسكين بلاتي نتفاهم مع السيد ضيق كل خير بلاتي وراه واحد القضيه اخرى عندي شي تصويرات خدينا هذه البارح في الريستورون عندي تصويرات خليهم توسخ لك صوره صوره زوينه ولا طلعتي فيها فوتوجينيك او جهاد تبارك الله غزاله شوف راسك شوف
فوتوجينيك. سلام. فوتوجينيك. تاهي فوتوجينيك شتي تاهي. سميرة قول لها تعيط لي المول ماساج وتوجد لي الجاكوزي والسونا. شنو بديها؟ ما عجبتكش الصورة. خرج عليك خرج عليك. لا بلاتي بلاتي غير باش نشرح لك الحكايه. عندي كيف وعندي تصاور اخرين هما موجودين الا بغيتي تجيب لي غراب صاب منهم بزاف. صافي خبي 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 علاش تخبي؟ شكون هذا؟ هذا صاحبو استاذ عربي محامي. صاحبك بغيتي كتصاحب لي مع هاد الاشكال؟ لا هو صاحبنا حيت كيقصر معنا مع لي زون دافير. ضحوكي كوميك 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 كوميكو. المهم انا غادي نمشي غدا ان شاء الله. غدا؟ ايه كاين واحد القصاره. قصاره؟ ايه في المحكمه. غدا مقصرين في المحكمه كامل. المحكمه؟ لا هي غنقصروا في واحد الدار حدا المحكمه. حدا المحكمه. الدار حدا المحكمه. ايوا رجليني رجليك. لا هو غادي يحضروا غير رجال. رجال ياك؟ داري المسمعين نحضروا ان شاء الله. لا والنيجاتيف صافي غدا شهد تاخذ نيجاتيف. شنو النيجاتيف؟ واشرح لها تنتن عن نيجاتيف. دير اشهد نيجاتيف. مرحبا مرحبا نهار كبير هذا. تفضلوا. اهلا وسهلا. مرحبا بالاستاذ. لاباس بخير. لاباس تفضل اسمع. الله يبارك فيك. انيسه تفضل لاباس عليك. نهار كبير هذا. الله يسلمك اسمع. الحمد لله. لاباس يديري مع الصفقات والاعمال. ايوا سيدي الله يعطينا غير السلامه والعافيه. كاين شي جديد؟ كل شيء موجود نعم سيدي. انا بصراحه غير راضي على الاعمال الحيوانيه اللي قام بها ذاك العربي. على كل حال كيبقى شاوش وخصو مازال يتعلم مجموعه ديال المسائل. باش يتعلق فين يتفلق ويتلاح الملفات الكبرى. راه عاقبته وغادي نعاقبه مازال. شي بس ما كاين كلشي كيهون على وجهك. راك عزيز وغالي. تماما. ايه الله ينعم لي الا راك عزيز وغالي. بارك الله فيك سيد الحاج. يا انسه انا كان وعدك وعد شرف. ان شاء الله بمجرد ما نربحوا هذه القضيه هذه غادي نعطيكم ابارتومات العظمه فاش غادي تسكنوا. وحتى الواليد باك وخوك على حسابي غادي نخدمهم. بارك الله فيك الحاج. حسن صار عزيز وغالي. بارك الله فيك بوبيا. استاذ رمزي هاوني فوجدتو لك هاد القضيه هادي. حسبوها مربوحه دافونس. شوفي ان شاء الله مربوحه ومذبوحه ونتقبصوا. الله. محكمه سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد ممثل الحق العام، إن هذا المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة ليست له أي علاقة بالموضوع أي بالجريمة، ولدينا الدليل على ذلك. هذا الدليل الذي يتمثل في شهادة رجل الأعمال المشهور السيد بن داود الزروال. إنه خارج القاعة. التمسوا من محكمتكم الموقرة المناداة عليه وشكرا. إذا لا نرى مانعا. شكرا. العون عيطينا على الشهد. سي زروالي بن داود. تفضل تفضل سي زروالي. شوية عليك. تفضل. قرب هنا القدام شوية. لا هنا القدام شي شويه. قرب انا شي شويه القدام. الاسم والمهنه والعنوان. انا الزروالي بن داود. المهنة رجل أعمال. العنوان جوج ممر طيور 49.
ديال لابارتمون. ما ساليش دابا حتى الغداو والشوف شغان دير فهاد المشكله ما راني عييت هذاك ماشي مشكلي انا هذيك مشكلتك انتي انتي اللي كان عندك طفي الاحتياطات ديالك هذه الغلطه ديالنا بجوج ويلي سيدي دابا كملي شطيح كور ضحك الصباح ان شاء الله نلقاو حل يلا سيدي كملي ديك الحيوانيه ديالك زين دردك رحمة اش كديري هنا رحمة رحميك لاباس اش واقع رحمة انا عاضي قول لي شنو واقع انا ولد دربكم رحمة شنو واقع حبلة حبلة كيفاش وين انت وكي درتي زعما تدري ويشا رحمة مامن رمزي رمزي ما يمكنش يديرها انت ما عارف والو ما يديش وعب قلت له دبارة طلبي لا وزاد مزيان ودخل الحمام بحال خروجه يلا معايا دابا غنمشيو هاد الكلاب هذا يلا نوض ما عرفتي اليوم وقعت لي واحد القصة عجيبة وغريبة شكرا لك دق علينا في هذا الوقت يا ربي تسمعنا اخبار الخير مالك كيف ما كاين باس الناس راه ناعسين عرفتي شحال في الساعة دابا ناعسين كتقول فيها بوجهك حمار وشك الناس داير فضحك دراسك وكتقول لي باغي نعس رحمة تبعيني دابا نيت نفاري واحد الليلة هادي ما عنده سيدو عنده لاله عربي انا غادي نشرح لك كل شيء ما تشرح لي ما نشرحك الله يرحم باك درتي غلطه قد بها غادي تلقى الحل ولا غادي تنوض على راسك المحل انا عندي الحل واش انت مريض ولا مالك لا تسحبنا كوانب ولا شنو الناس كاع عايقين ترى كلشي بلا معيق سيرت ناس صافي غير سير العادي غير سير رحمه راه غتبقى هنا امشي غير سير وانا غادي وزيدوا قفروه ما كانش عليك رحمة تقولي على العربي وكتعرفوه هو بوق وغادي يفضحني تيان tu peux aller te changer
لقد كفى الله المسلمين شر القتال. هادشي راه اختطاف واش تعاقب عليه القانون؟ وانا رجل قانون وهذا اختطاف حسب ماده 434 الماده. هادشي ماشي معقول. شكون خويا الزرواني؟ كنتي تقول لي عارض عليا الفطور ما تصيفطنيش هاد المريوات هادو. اي وي وي العريبي انت تضحك فيا الناس، انت تسخسخني وتصيفطني للمحاكم. انا اللي كلشي ديالي وكلشي كيخاف مني. دوي يا قران خماجون. ولد ولد الدرب مسكين غادي يمشي بالي يمشي للحبس. اجي 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 انت انت يا الحشره دير مشكل براجلي ودير لي انا الشونطاج مع حبيبو. اسكت انت. اجي 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 اللي هنا نطرشك. اي ضربني بوجهه صدعك ليا فتحتي لي يا دقو الكلب ماشي هذاك هذا غادي تدقوه بالطريقه ديال بوان فيكس 2 ماشي بوان فيكس 1 بلاتي نفهمو اش هي بوان فيكس 1 واش هي بوان فيكس 2 بوان فيكس 2 هي يضربوك من هنا لتحت باش ما تبقاش لي مارا انت فين طلعني فين وليتي اسانسور مشي على بوان فيكس 2 شحال كتلبس في يدك انت مالك هكا بزاف مالك مالك ما كاين باس ها ياك ما كاين باس العربي مال العربي مهزول السبيطار مالو واش وقع عليه لقاو لي شي قطاطعيه هاد الصباح وقالوا يساووه في الغابه ودابا يلا وجدوا راسكم ويلا هو معايا صافي غير سير حنا غادي نلحقوا عليه يلا هو معايا دابا صافي غير سير حنا تابعينك يلا صافي سير ويلي اش واقع العربي ضربوا شي حد الدور السبيطار ايوا ايوا نمسحوا حوايجكم يلا نمشيو عندو نشوفو السلام عليكم الله يخليك العربي الشناوي شكون فوز ايدي بغينا العربي الشناوي الله يخليك 224 دوزيام ايتاج ميرسي دكتور وي نسكي سولو على شومبر 224 224 ما تخافوش على سيدي ما عندوش شي حاله خطيره ممكن نشوفو الله يخليك لا سيدي ما يمكنش تشوفو دابا اسمح لي واحد الدقيقه واخا تفضل الو وي ما يخليك دكتور وي نعم سيدي نعم سيدي توت سويت نعم سيدي صافي انا جاي توت سويت سعاد الله يخليك تيغون توت سويت او بيرو شوفي يا رحمه الجينيكو راه هضرت مع الدكتور فكري راه قال لي كيعرفك يا سيري عنده يلفت ريزو طون لا ما تجيش معايا ما نقدرش انا عندي الشغل دخلوا سد الباب تفضل جلس السلام عليكم انا مزيان شي كنسمع لك هاد الايام نعم استاذ كنت على قوه الهضره اعضاء الحزب كلهم كافرين عليك وانا دفعت عليك كنا انك بحال ولدي وباك كان من الاعضاء ديال هاد الحزب الزكيره ما خديناها غير مشقه سيدي ايه ولكن ما تقاطعنيش ملي كنت كنهضر جاتني عليك تقارير خبيثة ومفلسة انت محامي كفء ومن الناس المخيرين عندنا هاد المهنة راه شريفة وتتخصم عليها والحزب انت اللي كتمثلو راه معول عليك ايه يا سيدي معول عليك ولهذا فكرناه بس نصيفطوك مع المجموعة اللي غادي تمشي تمثلنا في التجمع العالمي الأحزاب أولا باش ترتاح وثانيا باش تراجع نفسك شوية راجلك خرج من الشواري
والقضايا ديالي والملفات ديالي ما كاين لا شغل ولا هادي ولا هاديك. عطيناك امر خصك تنفذو، مفهوم؟ دوز طلع للبي ما نعاودوش الهضره. متفقين؟ متفقين. يلاه الله يعاونك اسيدي، عندك شي حاجه ما تقضيها نوض الله يعاوني عاونك. يا راني هضرت صلاني وسد الباب مراد، وما تنساش باللي راه غتمشي اليوم، السفر ديالك راه اليوم. اي دزولي مدمزيل. وعلاش؟ انا نقول لك علاش. استاد العمليه ديال الاستاذ رمزي كدا شيك سون بروفيزيون بدون رصيد، هادشي بزاف. انا سي با ميزون دو كريدي. انا وشحال كدا العمليه دكتور؟ ب4000 درهم. مي جو بو فير ان بري بوغ. يمكن لك الله يخليك تعيط الاستاذ رمزي. هذاك ما معاه هضره. سعاد انا جو بار بوغ اون سومان اوكيب تو الدوسي ديال الحاج داكوغ. تكلفي به الله يخليك، انا معول عليك. اوكي هادي سالي الله يفرسك. صافي كاين، هيا طنوبيل. ندرش اتحمش. هيا شد الكلاب، شد الكلاب، تابعني الكلاب، الكلاب ولا الحرام. ها تعض. هيا قا 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 قانون كيمنع هادشي حسب من الضرب 120 535 40 هذا قانون. ها 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 ها. انت تقاقلنا شفنا بيض. فين انا؟ انت في السبيطار. اش اش خدم لي في السبيطار وانا رجل قانون؟ عملتي حديثة. والله شحال حقوا عليا، شحال حقوا عليا ودقوني هو بزاف. واحد ضرب لي لبس لبس الصباط في يدو. انا محن. باش كتحس؟ في جوع. ايوا لاباس، ماك ما كاين باس، ها نعطيوك تاكل. ايوا والليموني الاورانج. اوه بيبيش، واش عمرك شتي شي طوموبيله لونها اورانج؟ عرفتي كيف بغيت لونها؟ عارفو عارفو، غير كنتفلى معاك. كيفاش؟ صغيرة. خليك لي لي بيبيش ديالي. سلا مرحبا، نهار كبير هذا. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. لاباس؟ كيف دايره مع الدراسه ديالك؟ صافا بابا الحمد لله. علاش جيتي بغيتيني؟ حاج خلي بعدا غير حتى تفطر. بابا انا نحتاج 4000 درهم. شحال؟ 4000 درهم. 4000 درهم؟ ولاش بالسلامة؟ طلبوا عليا في كونسيرفاتوار. كونسيرفاتوار؟ وعلى هذاك الشيء اللي كنعطي ليما كل شهر ديال المصروف ما كيعضكمش؟ دوز بالك سنة؟
ما نحتاجش نعوض عليك، نتاع داركم بس فطر. كسامل سيد الحاج ايه ما سمعتيش يا عطلك خصال فلوس كنعطيها الفلوس بغيتي تعطيها الفلوس باش تمشي للكونسيرفاتوار وتولي شيخه والله هذيك بليتي البنت راه ملي كانت صغيره وهي عصبيه ونكمل عليها بيبيش الغزال ديال خليكي ليلي انا ما كيهمونيش الفلوس انا اللي كيهمني هي مراتك الاولى شافتنا سعاده وبغات تعس لينا حياتنا والله الا عندك صح عرفتي اش كيجيك مليح غادي نعبي لها 500 درهم غادي نقول لها دي هذاك الكونسيفاتوار وتقول لهم يعلموها فيها واحد شويش ديال ديبوكا وصافي صافي يخليك ليلي ليليش ديالي ليليش مياو ايوا سنة صافا شفتك ما كليتي والو يلا هاك يا هما شوف 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 ضاوة بنتي يماك تركي تشايهم إن شاء الله عمدرا اش درتي انت الحرام كاينه واحد المرأة في دوار الحاج الغريب هي اللي غتفكك من هاد الوحله وبشحال هاد المرأة من ناحيه الفلوس ما تخميش انا موجوده الله يعطي رزيه للرجال إذا تصمك إلا فك الخير توحشي البغرير؟ كيف البغرير؟ طافي عليك المرحة عرشة قولي أنا شحال اليوم هنا بزاف؟ ها؟ الناس قاعد واش أنا عندي جيت نبقى نعاود لك الهضرة ندرا كاين شي خبر على الأستاذ رمزي الأستاذ رمزي وقالوا هرب كيفاش؟ تمك سمك وقالوا هرب شوف انا عندي مشكل انا خايف هاد الناس هادو اللي هنا ديال السبيطار يقولوا لي خلص ولا ما عندي حتى ريال غادي دير شي لعبه وتشوف كيفاش تسلتني ونهربوا من السبيطار انا اللي جيت لك الحوايج لالا بغيت نسولك على واحد المالات جابو فهاد الصباح اش بسميتو شاكر محمد فاشي نشوف لك هنا هاد المالات نعم دكتور الله يخليك البوليس اللي جابو ديك السيده فين هما ها هما تفضلوا
السلام عليكم. وعليكم السلام. للأسف أسيدي هذيك السيدة اللي جتو توفت. ما قلت والو قبل ما تموت. جسيبا بقات كتقول العربي رمزي جسيبا الله. شوف لي في الجزيرة ونعرف ديالها شكون هو هذا العربي. واخا نعم أسيدي. شكرا دكتور بارك الله فيك. كاين مشكل أنا راه الإشارة. بارك الله فيك. جيبوا جيك حمر. نعم نعم. أمالنا الخوت. مالكم معضربين عليا اليوم؟ مالكم ياك لاباس؟ مالي أنا شداير؟ أنا راه ما فراسي غير بوداري، أنا كنت مريض في السبيطار خصكم تعرفوها، والبارح كتبيت عند ملك السمك ما في خباري والو، وقع شي حاجة قولوها دوليو باش يديروا لي البويكوت. واش وقع شي حاجة؟ أهضروا. ياك لاباس؟ تبع عبد الشناوي. وهذا؟ يلا معنا. فين يلا معنا؟ تحرك يلا. تما تعرف. شكون نتوما اخويا؟ بوليس بوليس. بوليس؟ اه. لا شكون ما يجي انا غادي نقول لك. تحرك يلا. شهادة راجل قانون. وعارف حقوقي. راه ندمكم. عارفين عارفين. والله إذا تخدموا. أنا راجل قانون. صافي زيد. عارف حقي أنا. عندنا بيدي في كبس الناس. الله يلا. كيطلب عليها من إمتى؟ خل. حنا راجل تحقوا القانون. وانا رجل قانون وعارف حقوق ديالي، خاصكم تعرفوا بانني محامي، انا محامي بس تقابل. بارك من الهضره جلس. شنو هي العلاقه اللي بينك وبين رحمه الورديه؟ شكون رحمه الدوديه؟ رحمه الورديه البنت اللي معاكم في الحومه. رحمه هي زبونه وبنت درب. غير زبونه وصافي. والله العظيم وحق الله. وشنو كتعرف عليها اخر؟ بنت الناس وهي اللي خدامه على عائلته. ايوا ايوا ايوا. واش كتعرف باللي كانت حامله؟ كانت حامله. شوف انا ما كنتمازحش معاك، كانت حامله وانت عارف. هي فعلا كانت حامله. ودابا غادي نعاود السؤال ديالي من الاول، ما هي طبيعه العلاقه اللي بينك وبين رحمه الورديه؟ هي في حقها علاقه عمل، لان باه كندير واحد الكسيده في الوزين وقول نكرو وحنا ياخذين القضيه وكندافعوا عليهم. ايوا ايوا ايوا. اسمع رانا صبرت عليك بزاف، الناس كيشوفوها كتردد على المكتب بصفة مستمرة وبطريقة غير طبيعية وتقريبا كل نهار، وانت داخل خارج معاه. علاقتي معها ما كانتش علاقة زبونة عادية. يا رحمة بنت درب، وانا كنت نقضي معها مصالح ديالها وكنعاونها. شي بسمتين انا غادي نكمل لك. كانت عندك علاقة وطيدة جدا معها، استغلتي براءتها وحبها لك وضحكت عليها، ولما وقعت الفضيحة جات عندك مسكينة باش تسترها وتصلح الخطأ ديالك. كذوب كذوب. أنا ما بيني وبينها والو، هي بحال أختي، ولا كذبتوني سولوها. سولوها؟ شكون غادي نسولو؟ سولو رحمة. رحمة الله يرحمها ماتت. ماتت؟ كيفاش؟ إمتى؟ أنا اللي كنسولك ماشي أنت. رحمة ماتت؟ وانت اللي قتلتيها. كذوب. اي انت قتلتيها باش تضرب الفتحه ديالك. كلشي كذوب. بارك عليهم الهضره. يلا هبطوا. فين غيديوني؟ غادي يهبطوا كل حاجه طبعا. كاين انا ما نقدرش نمشي للحبس. وعلاش نعمس؟ ما كنعرف حتى واحد. غادي تعرف عليهم. ابشر يا الشيخ. السلام عليكم اخواني المجرمين. مجرمون مجرمين.
مليانة فور والقلب يا محطور يا ترانا الليالي ليلي سيجارة ها؟ سيجارة ما كان كميش والله ما كان كميش اجمل قارة بسم الله لا والله ما كان كميش لا يا اخي هذا اسمح مش كبير هذا هو السروال السروال لا تحمق رب السروال انا محامي انا ولا مالك انا زوين انا لا زوين احنا لا زوين احنا كنا زوينين في هذه الحبسه انا مزوج فيكم السروال السروال عباد الله والعبد باش ترجف احنا 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 مساجين محترمين خذوكم محترمين اخوان نقولوا عبد باش ترجف السروال هدا هو باي نضرب فيك الاخ اخمل ونضرب بالنواوي يا اخي زوين انا لا انت زوين زوين خش شكرا اخويا حظك سميتي نسيم ها نسيم انت قاعد قدك سميتك نسيم والرعدة في بلادكم قداش انا سميتي العربي العربي الشناوي محامي ما تقريبا اي مشكله عندك الاعدام تصل بي نخرجك براءه اخ اي مشكله خونا اي حاجه نخرجك براءه خرجكم براءة كلكم خرجكم براءة نسيتك انت يا محامي محامي لعبوا خايب يا كفري زيد تم حس وش بدي الواحد يدبر على راسه شوية مزيان مزيان صوفي سيدي العميد شو نديروا بالعربي احنا كنعرفوا العربي ما عنده حتى شيء في هذه القضيه ولكن على العموم احتفظوا به حتى يظهر ما يظهر الوحده 25 هي اللي توجه لعين المكان انا جاي دابا بسم الله وباسم جلالة الملك نفتتح الجلسة ميل فعدد 820 على 2001 الأستاذ رمزي بوعنان عني المدعي الحاج الباهي سكت الله يخليكم هذا رأي خلال بنظام الجلسة الأستاذ رازي عبد الإله عن المدعى عليهم شكون وكلاك المحامي هذا؟ أسيدي اسكت ولا خرج أنت شكون هذا؟ فين هذه؟ راه محكمة هذه جلسة لا أسيدي راه وقع غلط راه الأستاذ رمزي هو المحامي ديالنا أنت غادي تسكت ولا غادي نخرجك دابا؟ شكون أسيدي هو المحامي ديالنا؟ احتفظ الشيوع على النظام بعد المداولة طبقا للقانون وباسم جلالة الملك تصرح المحكمة علانيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب من الموضوع بإفراغ السادة البريو عبد الرحيم خديجة العطاوية خديجة اسكت اسكت سيدي ولا خرج تصرح المحكمة علانيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب في الموضوع بإفراغ السادة البريول عبد الرحيم خديجة العطاوية وحمد الراغي بوشعيب الهادي من المحل السكني الكائن بحي الوردة حومة الوردة ياك بابا خرجتي عندك الخربة حتى هي ما بقيتش فيك لا انا لا اخويا لا ماما ماماك ماماك زيرو 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 ضيعت معاه 20 عام هذا عن منصورة الله ينعني أمبرنك ليش ما قلت لناش أنا مزيرة ومو القضية ما قدرش رمزي صاحبي ولد الدرب
أستاذ ديالي ما بغيتش نوصل ليه وجهه. ولكن أخي بادي لا كلها ضدك. عارف الحق رمزي يقدر يخرجني من هذه الورطة هذه. أنا ما بغيتش تفهم ليا هو لحد الآن ما جاش يشوفني. مالو هو كامبو اللي غيجيك تانا أنا. عندك الصحة. عينا معكم أصاحبي عينا معكم. ما كتسمعوش. آه الوالد عقلنا تاهينا وفي الاخر تكون ابنا مزيان. صافي سالينا العرايب اللي نتسناو وركتو خل الجمع بالغدو. يلا سيدي جمعوا لي شطيبكم وديروا بياطن وخيموا لي بالليالي. سالينا بقينا حوده وعشرة حلين. فين غنمشيو؟ فين غادي نلوحوا ولادنا؟ ايوا قولوا لي. غادي نمشيو عند العربي للحبس هو يلقى الحل. العربي؟ العربي في كراسو بعدا ما كاينش اللي رمانا فيها الزوبيا قد العربي. وكلنا فيهم الله. كون هاني راه قلنا ليه وحنا كل شيء. دخل تفضل. اسمح لينا يمكن لك تمشي في حالك احنا متاسفين. ما يمكنش نزيد واحد يومين عندكم هنا. ولفتي ياك وما تعرفنا مع شي ناس مهمين في الحبس. مره اخرى ان شاء الله. ما يمكنش. تفضل. شعيب خرجها هي والعربي سكراني ومعلقه وتبعتهم تدخل واحد العمارة. اللي كنت كنقول لكم راهم عصابه
بنت بوشعيب والعربي والمحامي رمزي ضحكوا علينا وكلوا لينا رزق ولادنا وخرجنا من ديورنا. ويلي العربي ساكن في عماره، حنا تيقول لنا ساكن بواحد البريكا بوكس تحت بلاحيا. ولد الحرام وتقنا ليه ولد الكلاب. واش انت متاكد من هادشي اللي كتقول؟ واش انا كنقول لك شفتهم بعيني وانت كتكذب لي؟ اسيدي راه قال لك شافهم بعينه. واش عمرك تقول علينا؟ شوهونا الله يعطيهم البلا. اللهم امين يا رب العالمين. انا كنت باغي نقولها لكم شحال هذا ولكن قال ما بغيت ندير نوبه. اي 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 على منافقين. وإلا بغيت تتاكد راهو في العماره دايره اللي حدا مارش بالنوار تبقى الثانيه. العربي العربي عرب صباح الخير. اش كندير انا هنايا؟ الحمد لله على السلامه. كنتي غادي تموت البارح. اش داك اخويا شي كباريات وانت ما كتشربش؟ والله ما عرفتش وقع لي. اش درت؟ شلاو بلا والي. نوض خذ لك شي قهيوه طير عليك الثمن. من طاقتي ضربوا لي في راسي. فين انا بعدا فين؟ في دار رمزي صاحبك. صاحبك تانتي نسيتي؟ هذاك ما صاحب حد، هذاك صاحب راسه وما كيعرف غير مصلحته. سكتي سكتي سيتي. نهار جبتك عنده جلابه مقطعه والصندله ديال الميكا كيخلصك احسن مني. اش بغيتي؟ رمزي عمره ما عطاني. رمزي خدم مني اكثر من اللي عطاني. بقيت فاهم والو عليه حيت ولد الناس ومعزتك. رمزي خلاتك تابعه بحال شي كلب. ما نسمحش لك تهضري عليا ولا على رمزي بحال هكا. رمزي ضحك عليك وضحك عليا حتى انا، ضحك على الحومه كلها حتى قضى غراضه. انت كدابه غير باغا تشوهي رمزي. ومني عارفه هادشي علاش قبلتي تخدمي معاه؟ ها وعلاش قبلت رحمه؟ علاش قبلتي انت؟ علاش قبلوا الناس الحومه كلها؟ على حاجه وحده، الفقر والجوع. وانا كانوا قدامي جوج الحوايج، يا اما نخدم مع رمزي يا اما نبقى بجلابه وصنداله الميكا. نتلاقاو في البيرو، هذا هو النهار الاخر عندي فيه. قررت باش نمشي لندن. خذ شربتي وبرد السوق وقشتهم فيا الله يرحمك. بقيتي على خاطرك سيدي، بقيتي على خاطرك. هما داروا لنا قاع يطلع تاكل الباكور. نزل شكون قالها لك؟ دوي هما خاونا من خيامنا. فين غادي نعطيوها درك؟ بقينا متشردين بقينا خلع.
يبقى هضر معايا بحال انا ما عرفاش داير. نتوما مالكم كلكم ليميني مالكم؟ انا براسي راه ضحك عليا، انا براسي تفلى عليا ديك صاحب وصاحبي ولد دربنا، كديرو استاذ ديالي انا كديرو اكثر من خويا، كتيق فيه واش دار الرحمه واش دار الناس كلهم. اش بغيت ندير؟ صيفطني للحبس اش غادي ندير؟ شوف غنقول ساكتين دابا، غتنوض جمع لي ولاد الدرب كلهم باش تفاهم معاهم. يلا نوض. اللهم بقرعه يمشي الميريكان ولا يصدق حارق لفرنسا. انت ملي كيسمع تاين امريكان تاين فرنسا انت اش عندك بنين واش عندك؟ وانا نجمع لي الناس ديال الدرب باغي نفهم معاهم، بغيت نهضر معاهم. نوض ولا لقيت الزيتون بلا عظم نجيبو. نوض جمع لي الناس ديال الدرب. نوض. انا كنظن هاد العولمه لا مونديالزاسيون شجعت الاستثمار الاجنبي، بحيث انه عرفت المستثمر الاجنبي باسواق هنايا، وكانت فطنا انا كان الجانب الاقتصادي ديالنا يعني ممكن يعرف تطور كبير كبير وكبير جدا. الا انه كاين واحد المساله هي مساله كتهم التقنين او اعاده تقنين بعض المسائل. اسمحوا لي واحد لطيف. ايوا شكون هو السي؟ هذاك هو المهم اللي قلبنا في قلبه. ايوا بخير. ضربي اش هادشي؟ العربي مونامي علينا كاملين شرط الناس ديال الحومه كلهم خلت الحومه عاد خصو يتعذب يتعذب باش تسمع خصك تموت خصك تموت كيف خلت الحومه وشرطي ولاد الحومه موت خصك تعذب 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 موت موت تعذب موت 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 بركه ولدي بركة ولدي بركة بركة ولدي بركة 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 بركة. انا بغيت ندير منك بنادم، بغيت ندير منك بشار. ساعة انت حمار وغتبقى دائما حمار وكلب. الله يلقيها ليكم.